رواج تجاري في سوق الأغنام لم يرقى إلى المستوى المطلوب بنظر إلى قلة الطلب والأسباب متعددة وفي مقدمتها ارتفاع سعر الأضاحي. الناس معلفين ومصيرين، الناس من ضرورة الشوية والصير كين، والعيات القديرة بقى باردة، الفلاحة هم تسمعوا لقلنا الشكل معيان الكسابة هم العلف غالي، الناس مصيرة والشغل شوية ناقص، كسابة ضاربين تمارة والمصارف وتشتروا بالتمن ضايعين وشارين بكري، اللي ناقص بتمن والمليح بتمن، يعني والسوق مزيان، ماشي السوق دابا ماشي السوق ناقص، المليح انت تشوف ايش شادينه قدامك، معلفن الفول، معلفن النخالة، معلفن الطوردو، كل شيء بالغلا. الانسان ما يمكنش عنده 30 يورو باغي يشري حوالي ب 70، كل واحد يمشي على حسب الطاقة تاعو، كاين حوالي ب 70، كاين ب 60، كاين ب 40، كاين ب 30، يعني ثمن محدود، كل واحد ياخذ على حسب المستوى ديالو. البعض من الزبناء يطلع على مستوى الأسعار، والبعض الآخر يختار الاقتناء رغم وضعية السوق. كاين ثمن وكاين سوق. الله يجعل البركة. والله يجعل البركة. سوق العطار الله يحسن العون الجامع. كاين المليح، كاين المويان، كاين كل واحد اش بغى يعيد، كلشي ان شاء الله غيعيد كلشي. كيفما كان الامر فالايام القليله المقبله ستلقي بكامل ثقلها على مستوى العرض والطلب بالنظر الى الوفره التي ستعيشها الاسواق.